تعالى نروح لزميلنا ابراهيم عمر عبد الخالق في الملعب، يمكن يكون عنده اخبار، يمكن يكون عنده التشكيل، يمكن يكون عنده اي حاجه تفيدنا في الاستوديو التحليلي. مساء الفل عليك يا ابراهيم، اتفضل. مساء الخير عليك كابتن شوبير وعلى كل مشاهدي اون سبورت في كل مكان. هنا من داخل ملعب الدفاع الجوي ولقاء بيراميدز ومصر المقاصه. كابتن شوبير، يعني بخصوص التشكيلات، يعني النهارده في قرار طلع من اداره نادي بيراميدز ان التشكيل مش هيطلع غير قبل المباراه بنص ساعه، يعني التشكيل هيطلع النهارده الساعه 7، يعني بعد حوالي اقل من ساعه من دلوقتي. برضو يعني نادي مصر المقاصه مستني لما التشكيل يطلع لنادي بيراميدز ويطلعوا التشكيل الرسمي. لكن برضو لو هكلم حضرتك، في خلال نص ساعه التشكيل هيطلع قبل المباراه بنص ساعه، فاللعيبه بتنزل كان قبل المباراه بحوالي ساعه لتلت. يعني هنشوف، هنلاقي اللعيبه في الملعب بعد كده، ورقه التشكيل تجي لنا. لو هكلمك عن التحضير والتجهيز لمباراه اليوم، كواليس فريق بيراميدز يمكن خدوا راحه بعد مباراه الاتحاد اللي تعادلوا فيها 1-1 واللي احرز فيها الهدف المية لعبد الله السعيد. خدوا راحه يوم وبعد كده استأنفوا التدريبات على الملعب الفرعي هنا في استاد الدفاع الجوي. يمكن الغيابات النهارده، هنشوف تشكيله نادي بيراميدز في الاغلب يا كابتن شوبير هتكون نفس تشكيله المباراه السابقه، لكن باستثناء غياب اسلام عيسى اللي اصيب. اسلام عيسى هيغيب النهارده عن مباراه اليوم، وبرده معاه قائمه الغيابات من نادي بيراميدز طارق طه وعمر العيوني وعبده لومالا اللي اجرى عمليه جراحيه. على الجانب الاخر، كابتن احمد حسام ميدو للمباراه النهارده بالنسبه له مباراه مهمه جدا بسبب نتائج الفرق الاخرى. يعني كابتن احمد حسام ميدو اتمرنوا بالامس على ملعب الفرعي ايضا هنا في ملعب الدفاع الجوي، وده ملعب التدريب بتاعهم هنا في ملعب الدفاع الجوي، ملعب تدريب نادي مصر المقاصه. يمكن كابتن ميدو اعاد محمد ابراهيم مره اخرى لقائمه ال 18 بعد استبعاده لمده 3 أو 4 مباريات. كانت المشكله ما بين كابتن احمد حسام ميدو وكابتن ومحمد ابراهيم نجم نادي المقاصه، لكن عاد محمد ابراهيم النهارده بيخش ضمن القائمه ال 18 لاعب لفريق مصر المقاصه. ابرز غيابات مصر المقاصه النهارده، يعني احمد عادل عبد المنعم اللي اصيب في التدريبات، عنده ورم في عينيه كابتن شوبير، وبرده محمد مصعد دلوقتي وهو نازل من الاتوبيس اتعور في ايده، لسه هنشوف مع الجهاز الطبي اذا كان محمد مصعد هيبدا المباراه او الاصابه يعني كبيره ولا خفيفه. يمكن دي ابرز الاجواء والكواليس هنا من ملعب الدفاع الجوي، وكلمه تودي لك كابتن شوبير، تفضل. شكرا يا ابراهيم، شكرا جزيلا.